بيانات رسمية حديثة أكدت تراجع معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2005، حيث زادت قوة سوق العمل في الفترة التي سبقت إجراء استفتاء الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وتراجع معدل البطالة إلى 4.9% في الأشهر الثلاثة حتى مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ 3 أشهر المنتهية في أكتوبر تشرين الأول 2005، وأقل من مستوى 5% المسجل في أبريل نيسان. التوقعات كانت قد أشارت إلى بقاء معدل البطالة عند 5% دون تغيير.